حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سيدة علياء العالية، المدير التنفيذي للاستراتيجيات والتحول في صندوق العمل تمكين. أهلا ومرحبا بك يا أستاذة علياء. بحصول مملكة البحرين على هذا الترتيب المتقدم ضمن أفضل 10 بيئات حاضنة للمؤسسات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنتم في تمكين أحد الأدوات الداعمة للمؤسسات الناشئة، برأيك ما أهمية هذا الترتيب الذي حصلت عليه المملكة؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين، شكرا على الاستضافة. بداية لابد من التأكيد على أهمية هذا الإنجاز اللي حققته مملكة البحرين في الحصول على التصنيف المتقدم على المستوى العالمي ضمن تقرير منظومات المؤسسات الناشئة Startup Report لهذا العام، وهذا الشيء يسلط الضوء على أهمية الأداء المتميز للمؤسسات الناشئة التكنولوجية والمبنية على التكنولوجيا في المملكة، ويعكس اهتمام الجميع في فريق البحرين بتقديم مختلف أشكال الدعم اللي تعزز من أداء هذه المؤسسات، وهذا الشيء بعد يعزز من المكانة الرائدة لبيئة ريادة الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي واستمراريتها في التطور. مهم أن نذكر بأن ارتفعت قيمة المنظومة الاقتصادية المؤسسات الناشئة في المملكة لتصل إلى ما يقارب 928 مليون دولار أو ما يقارب المليار دولار، وبمعدل نمو نسبته 54% في عام واحد، وهو ما يشكل من أحد أهم المقاييس الإيجابية للأثر الاقتصادي لهذه المؤسسات والفرص الجديدة اللي يمكن أن تخلقها. نعم، ما الدور الذي أدته تمكين ربما في دعم هذه المؤسسات للوصول إلى هذا الرتبة من النمو وهذه النسبة تتجاوزت 50% من قيمة منظومة المؤسسات الناشئة المشاركة في الاقتصاد الوطني؟ ممتاز. دور تمكين والمؤسسات الأخرى جاء من حيث اللي بين أبرز مميزات منظومة المؤسسات الناشئة في البحرين، فبالجهود المتضافرة اللي صارت مع الجميع البحرين وصلت لضمن العشر بيئات الأفضل أداء في مملكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللي تمثل بيئة مثالية لاحتضان المؤسسات الناشئة التكنولوجية أو المبنية على التكنولوجيا. ومن أكثر جوانب القوة في المنظومة المحلية هو قطاعين، قطاع الأمن السبراني سايبر سيكوريتي وتكنولوجيا الحكومات أو الجافتك. وأيضا تصنيف مملكة البحرين ضمن المنظومات الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء في مؤشرين آخرين، وهو مؤشر التمويل ووفرة الكفاءات والخبرات التنافسية، ويرجع هاي التميز لدور الكوادر البحرينية والعنصر البشري في المملكة وتميزه بالمهارات العالية. وطبعا احنا دورنا في تمكين يأتي في تنمية الكوادر الوطنية في جميع القطاعات وفقا لاحتياجات السوق، وخاصة في تنمية المهارات الواعدة والمستجدة ومنها تكنولوجيا المعلومات وغيرها. نعم، السيدة علياء العالية المديرة التنفيذي للاستراتيجيات والتحول في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.